صادر عن a significant escalation of tensions, the Houthi military spokesman Yahya Saria declared in a televised address that the group will target vessels heading towards Israeli ports. This announcement, made on Friday, marks the commencement of what Saria described as the fourth phase of escalation. The Houthi spokesman detailed that their operations would focus on any ship that violates their imposed ban on navigation to and from Israeli ports, specifically those in the Mediterranean Sea. تعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد وعلى النحو التالي. أولا استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا. ثانيا يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان في حال اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح، فإن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت، وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها.